هذا بيكون اول فلوج من الشقه الجديده. زي ما انتم شايفين لسه ما في ولا حاجه. الغرفه هذه حيكون لها عده استخدامات ان شاء الله. حستخدمها لتصوير محتوى اليوتيوب، وحنستخدمها ايضا لتصوير بودكاست على البنش. بنوافيكم بالتحديثات اول ما تجهز ان شاء الله. خليكم تاخذوا نبذه عن التصميم الداخلي للعزاب. هنا زي ما انتم شايفين عندنا التلفزيون محطوط بزاوية 180 عشان تجربة المشاهدة تكون أفضل شيء. ما ودي أخليكم تشوفوا الحوسن اللي هنا، توني مخلص الغسيل. هذا كله إن شاء الله بينقلب، بنظبط الصالة بعدين، واللابتوب حطه في مكان وشحن، يعني ما هي مشكلة. هذا المطبخ أهم شيء فيه الحاجات الأساسية، في ثلاجة أكيد فاضية ما فيها ولا شيء طبعا. زي ما انتم شايفين هنا عندك زاوية المكملات والسناكات، كرياتين أهم شيء موجود. بسم الله. اليوم هو أحد الأيام هذه، أحد الأيام اللي ما لي نفس أقوم فيها من النوم أصلاً، ولا لي نفس أسوي ولا شيء. وللمعلومية هذه الأيام تمثل أغلب الأيام في حياتي أنا شخصياً وفي حياة أغلب الناس، لأنه عقولنا ما تحب أنها تسوي شيء مجهد علينا. يعني دائما عقلي وعقلك يحاولوا انهم يخلونا في منطقة آمنة، في منطقة مريحة بالنسبة لنا، فدائما تلقى عقلك يقول لك يا اخي ايش تبغى بأم الجيم هذا، خلينا ننسدح اليوم، اليوم ويكند، ايش الله حادك تقوم وتتعب نفسك، خليك اجلس لا تسوي ولا شيء. فانت لما تفهم انه وظيفة عقلك الأساسية هو انه ما يخليك تشتغل الأشياء الصعبة عليك، حتبدأ تقول طيب أنا لما أكون في أحد هذه الأيام اللي أنا فيها حالياً، توقع باين من صوتي ومستوى الطاقة عندي تحس أني كذا يعني نازل شوي، هل أسمع لعقلي وأجلس وما أسوي ولا حاجة، أو أكون أنا المتحكم؟ مع أنه هذه الكلمة صعبة، يعني مهما قاعد أقولها بسهولة والله صعبة، وأنا متفهم أنه أحياناً لما أنت تكون قاعد تعد بالأيام هذه فعلاً ما ودك تسوي ولا شيء، ولكن لما تسوي خطوة بسيطة زي اللي سويتها أنا، أخذت شنطة النادي، لبست الهودي، حتى ما كان لي نفسي اسوي الفلوج هذا، بس اخذت الكاميرا معي وقاعد اسولف معاكم حاليا. حتبدا هنا انت تكون المتحكم وليس عقلك، ولما تكون انت المتحكم هنا يبدا التغيير في حياتك، خصوصا مثلا في موضوع التزامك في النادي. كل ما قللت من التفاوض اللي قاعد تتفاوضه مع عقلك، كل ما زادت احتماليه انك تقوم تحرك جسمك تمشي النادي. طيب قبل شوي وقفت اخذت لي قهوه، طبعا انا عندي حاجه اسويها بشكل يومي اللي هي ساعه القراءه اليوميه، وقبل شوي خلصت من قراءه الكتاب هذا. اسم الكتاب Your Next Five Moves، خلينا نتكلم عنه شوي. فكره الكتاب بكل بساطه يقول لك انه الجراند ماسترز في لعبه الشطرنج، المحترفين في لعبه الشطرنج زي ماغنوس واللاعبين الثانيين، ما يلعب خطوة واحدة فقط للأمام، يعني ما يقول مثلا أنا أبغى أشيل الحصان أحطه هنا، وما يكون حاسب الخطوات اللي حيسويها بعد الخطوة هذه. فيقول لك أنت في حياتك وفي البزنس اللي أنت بتسويه لازم تفكر 5 خطوات للأمام أيضا. طبعا الكتب اللي زي هذه أنا أحب ألخصها، فأخذ ملاحظات على الأشياء المهمة بالنسبة لي، أبغى أشارك معكم بعض الملاحظات اللي كتبتها من هذا الكتاب. يقول لك الخطوة الأولى أنت لازم تكون فاهم إيش الشيء اللي تبغى تصبح عليه، يعني تعيش حياتك في الحاضر الآن وكأنه شخصيتك المستقبلية أنت وصلت لها. يعني أنت تبغى تكون معضل، تبغى تكون غني، ابدأ اسأل نفسك كيف الشخصية اللي أنا حكون عليها جسمي كويس ومعضل ممكن يتصرف بهذه اللحظة. ممكن يكون بكل بساطة أنه صحيت مالي نفسي أمشي النادي، شخصية المستقبلية اللي وصل للجسم اللي هو يطمح له أكيد ما حيتخاذل ويقول والله مالي نفسي أمشي للنادي حنسدح، أكيد حيقوم وحيمشي النادي. نفس الشيء الشخصية اللي حيكون عنده الملايين اللي انت تبغى توصل لها، او اللي تبغى تكون مكتفي ماديا، كيف ممكن يتصرف بوضعك الحالي؟ يعني انت في عملك حاليا ما قاعد تأدي كويس، ممكن يكون التصرف اللي يسويه الشخصية اللي انت حتوصل لها انه تبدأ تنجز المهام اللي عندك في الدوام، تبدأ تشتغل على البزنس اللي أنت ساحب عليه من مدة ودائما تأجل، تقول حبدأ بعدين حبدأ بعدين حبدأ بعدين. ممكن يبدأ
بصناعة المحتوى في المجال اللي أنت عندك شغف فيه. أنت لاعب كرة قدم كويس، فنان، عندك مهارات كويسة، بس دائما مستحي تقول ما أبغى أطلع أتكلم على السوشيال ميديا، وش حيقولوا عني الناس. شخصيتك المستقبلية اللي ناجح مثلا في السوشيال ميديا واللي ناجح ماديا ما حيكون عنده التفكير هذا. طبعا في عدة نقاط في الكتاب هذا، بس أنا قاعد أشارك معاكم الأشياء اللي ممكن تستفيدوا منها. طيب في نقطة كمان أبغى أقول لكم عليها في الكتاب، يقول لك كيف تتعامل مع المشاكل اللي في حياتك. في 3 خطوات أساسية تسويها. الخطوة الأولى والأهم، واللي هي أنا لاحظت الاختلاف بحياتي من لما بديت أطبقها قبل ما أقرأ الكتاب هذا، هو أنك تأخذ المسؤولية الكاملة للمشكلة اللي أنت قاعد تواجهها. يعني لا تلقي اللوم على محيطك، على أهلك، والله زميلي في العمل، والله زميلي في الجامعة هو السبب، والله أنا ما قاعد أمشي النادي عشان أهلي قاعدين يمنعوني إني أمشي النادي. خذ المسؤولية الكاملة، حتى لو المشكلة ما هي بسببك تحمل مسؤوليتها. لأنه أنت أول ما تبدأ تقنع نفسك أنه هذه المشكلة أنا ماني متحكم فيها، حتبدأ تعيش بدور الضحية. وأنك تعيش بدور الضحية هذا يعني أنك أنت مو متحكم في حياتك، وما عندك إمكانية على تغيير وضعك الحالي أو على حل المشكلة اللي أنت قاعد تواجهها. الخطوة الثانية، اعترف لنفسك إيش اللي حصل بالضبط وسبب لي المشكلة هذه. إذا أنت قاعد تعاني من سمنة حاليا، قول بالضبط إيش المشكلة اللي قاعد تواجهها قاعدة تسبب السمنة عندك. ممكن تكون مشكلة انك قاعد تسحب على النادي، ممكن تكون المشكلة انك كل شوي تقول انا ابغى التزم باكلي واخفف من كميات الاكل اللي انا قاعد اكلها، ولكن دائما تضعف قدام الاكل وتبدأ تخبص من جديد. ايضا ممكن تكون المشكلة انه انت تنظيمك لوقتك سيء، تقول انا والله مشغول ما عندي وقت، ولكن بالحقيقة انا لو اجلس معك ونشوف كم ساعة قاعد تقضي على الجوال في اليوم، كم ساعة قاعدين نضيعها في اليوم، حنلقى انه عندك على الاقل مهما كنت مشغول، حتى لو كنت إيلون ماسك، حتلقى عندك ساعة او ساعتين على الاقل. اذا ما كان زيادة عن الساعتين هذه حتكون فاضي عندك وبامكانك كنت تمشي فيها النادي. والحاجة الثالثة اللي ممكن تسويها عشان تتعامل مع المشاكل في حياتك، هو انك توجه الطاقة اللي انت قاعد تستهلكها بالسخط وبالندم، وتقول يا الله ليش انا اللي قاعد تحصل لي المشكلة هذه، يا ليتني ما سويت الحاجة الفلانية عشان ما تحصل لي المشكلة هذه. وعيد توجيه الطاقة هذه بالبحث عن حلول. اسأل نفسك ايش ابسط شيء ممكن اسويه الان ويطلعني من المشكلة اللي انا دخلت فيها. حتلقى عقلك يبدأ يبحث عن حلول. هذه بعض الأشياء اللي كتبتها عندي. إذا مهتمين أنه نعتمد الفقرة هذه أنه نتكلم عن الكتب اللي بقرأها بشكل يومي، اكتبوا لي بالتعليقات. أبو مفتي، كيف الحال؟ وش عندك اليوم؟ اليوم عندي هيفي ديدليفت. يا أخي كل يوم ديدليفت ديدليفت. شيخ مرتين في الأسبوع يا أخي. يا أخي كل ما ثقيل في يوم الراحة. متى أشوفك تلعب باي كتف جانبي؟ اليوم. اليوم؟ بالأماكن الحديثة. كفو، يلا ليتس جو ليتس جو. الحين وش نقول؟ وقت المتعة. Let's go. هلا والله. عطنا تشيك. ايوه. شكلك تبغى تخليها مفاجأة. لا ان شاء الله بتشوف شيء خرافي باذن الله. ذهب خلاص باذن الله تعالى. مشكلة الحين تعودنا على الذهب، تجيب ثاني ثالث زي ابو ربيعة بنزعل منك. نبي احترام. تكف. كويس. خلاص هو شغل الكام نكبني، لازم اشوف عليها حسب ستاند. والله ما ادركنا كاميرا خينا الخدع عشان تكون على طبيعتك حبيبي. خلاص بس قفل. عندي سكوات اليوم، عندنا سكوات ان شاء الله 4 عدات على RPE 6. شرحنا شدة الجلسات بأحد الفيديوهات السابقة، ممكن تشوفه بعدين، ولكن ركز معايا بالفلوج هذا. إن شاء الله بتكون الأوزان خفيفة. إحنا لسه في الأسبوع الثاني من الخطة اللي عندي، فأحب حبة مزيد الوزن ونشوف وين بنوصل. دائما أحب ألبس الني سليفز أول وخليها هنا، أحسن ما ألبس شوز أشيل الشوز أحط الني سليف قلق، فخلاص ألبسها خليها هنا، لما أبغى أستخدمها أحطها قبل الجلسات الأساسية. أحد العضلات المهمة اللي أنا شخصيا كنت مهملها وإهمالها بدأ يسبب لي مشاكل في تمارين الجزء السفلي، خصوصا بالسكوات. ما كنت أحس أني ثابت، كان أحيانا يجيني ألم بسيط بالركبة من الخارج من هنا. بعد ما بديت أهتم بهذه العضلة وأسخنها كويس قبل ما أبدأ، الحمد لله اختفت 80-90% من الآلام ومن المشاكل اللي كنت أواجهها مع تمارين الجزء السفلي. أنا أسخن بهذا الشكل، طبعاً أبدأ بوزن خفيف. تمام، أصلاً أنت حتحس فيها أنها ضعيفة إذا أنت مو مهتم فيها، دائماً بتحس العضلة الضامة أنها على وشك أنها تنقطع، ولكن لما تبدأ تهتم فيها تقويها بتزيد عندك الثقة بالمنطقة هذه وبتحس أنك أقوى بشكل عام.
هلا كيف حالك؟ طيب؟ ها جاهز ان شاء الله؟ باذن الله. يلا بدا العد التنازلي ها؟ باذن الله. الله يقويك باذن الله. الله يوفقك. هذا احد الاشخاص جاء سالني سؤال جميل، قال لي انا ابغى قبل شهر 8 اوغست اني اوصل لنشافه كويسه عشان الصيف، فيقول لي هل هذه المده واقعيه ولا لا؟ قلت له مو واقعيه وبس، انت معاك وقت انك توصل مستوى في حياتك ما وصلت له. فعجبني طريقة تفكيره انه ما حط الهدف حقه على مدة بسيطة، قال لك بعد شهر شهرين، حط الهدف على مدى 7 شهور. فانت كمان نفس الشيء، اذا تبغى توصل تحقق شيء خرافي جسمانيا اعطي نفسك المساحة والوقت عشان جسمك يوصل للمستوى هذا. آخر جلسة إحماء إن شاء الله، على أساسها كالعادة نحدد الوزن اللي هنشيله في الجلسة الأساسية إن شاء الله. الزيادات بالأوزان عندي ما تكون عشوائية، تكون دائما على حسب كم شلت الأسبوع اللي قبل مثلا. فهنا الأسبوع اللي فات أنا شلت 335 باوند، يعني 149، تمام. فأحاول أني أزيد عليها اليوم مثلا، بما أنه كانت جلسة الإحماء سهلة 20 باوند إضافي، يعني 355، يعني 161 كيلو. يبقى السؤال اللي أسأله لنفسي كل يوم، هل سويت أو بتسوي حاجة تخليك أفضل من نفسك أنت حتى لو بنسبة 1%؟ سؤال عميق. لو فعلا أنت بإمكانك تسوي حاجة بشكل يومي أو شبه يومي تخليك أفضل من نفسك أنت حتى بنسبة 1%، قديش حتحقق نهاية السنة؟ One more. Easy. جت على 46 بالضبط. شوفوا والله يا جماعة، فيصل أحد الأشخاص اللي أنا شفتهم هو قاعد ينمو ويتغير قدام عيني، ما شاء الله تبارك الله اللي قاعد يحققه في سياق القوة، في أوزانه، في السكوات، وفي الديدليفت، هذا خليه على جنب. اللي قاعد يحققه جسمانيا مو طبيعي. وش ذي النشافة؟ ها؟ حبيبي ما شاء الله ما شاء الله. طيب ايش الشيء اللي خلاك تقول خلاص كفاية إلى هنا وبس؟ صراحة سكر قال لي طق 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 دق بابك. اي سكر. حلو. خلاص توني صغير ما نبي اشياء زي كذا، وبرضه كنت كان نومي مو مريح وكذا، فقلت انا لازم اغير حياتي، ما ارجع ملابسي مقاس. الحين شوف الوسامه، شوف الملابس، كفو والله كفو. لا ما في شيء ابغاك تقول. هات جداوي ما شاء الله عليه من افضل الاشخاص اللي شفتهم سووا عمليه رباط صليبي. كم شفت واحد سوى عمليه واجد والله مليانين ينعد ما ينعدون ما شاء الله واجدين، بس قليل اللي ما شاء الله يتعامل مع الاصابه هذه بشكل صحيح. ايش اللي فرق معاك في التاهيل قبل العمليه وبعد العمليه كذا بجملتين؟ والله شوف
قبل العمليه كان التركيز على البري ريهابليتيشن، التمارين اللي قبل العمليه تقريبا باسبوعين، نحن كثير بعد العمليه، لانه اول اسبوعين او اول 10 ايام تكون عضلاتك مره ضعيفه، بالذات الكواد والهامسترنج، لانه الكرافت اللي تاخذ من العضله يكون ورا، والسوائل والانتفاخات اللي تصير بعد العمليه مره تاثر على الكواد. التمرين قبل العمليه مرة يفيد في تقوية العضلات بعد العملية. وبعد العملية؟ وبعد العملية لازم استمرارية وكوميتمنت والتزام بشكل مخيف. نظام بعد العملية تمشي أسبوع أسبوعين بعدين خلاص تقول أنا خلصت العلاج الطبيعي، ما يمشي، لازم تكمل التقوية هذه، يعني ممكن أقول كلمة 6 شهور 7 شهور على الأقل، أو حتى طول حياتك. خلاص أنت قوي العضلات اللي حول المفصل بطريقة إنك ما تعطي فرصة ولا مجال بإذن الله طبعاً إنه الإصابة هذه ترجع لك. نزلنا الوزن إلى 3 بليتات، هنلعب فيها جلستين 6 عدات. سوي واحدة احتياط، لخبطت بالعد، احتياط. كم سويت؟ 5 ولا 6 ولا 7؟ لخبطت، خفت أكون نقصت واحدة، فقلت خلي أزود واحدة عشان الاحتياط. بس كان يديك تسوي واحدة. لا لا لا، هذه الباك أوف سيتس، ما هي جلسة أساسية. لا لا، هذه خفيفة، كان يديني ألعب 5 زيادة عادي. واني ما عرفت على سبستان فاضي. والله العظيم انه كانك قاعد في راسي. ليه؟ قاعد تقول انه متى حيجي رمضان؟ ايه؟ عشان ايش؟ عشان تنشيف. خلاص خلاص، شوف تعبنا طبخين، حتى لو برصيص ما صار يغطي. خلاص خلاص، لازم رمضان يجي 24 يوم باذن الله. خلاص والله احلى تنشيف بيجيك. سعرات 1800 إلى 2000، اقوى من اللي كانت. بس اسمع، لازم تعلم الاهل. انا قلت لامي الحلا ممنوع، طبخ الحلا كان ممنوع، ما ينفع. يا انا يا الحلا بالضبط. بس اذا في حلا بطلع من البيت. شكلي بطلع انا من البيت. خلاص نسكي سوا، هناك النواشف لازم. هلا هلا، اسمع، عندنا الفلوق حقنا اللي في قناتك هذاك، انت فقع. اي واحد؟ اي فلوق حق الظهر. اوه اوه، كم لنا نسولف زمان، كم لنا نسولف ونقول نبغى نسوي شيء شبيه. خلاص شيء مثله. انا ليش حطيت الكام قدامك؟ عشان مسؤوليه قدام المتابعين. خلاص انا ما حلاحقك، المتابعين اللي يحقوك في السناب ماني دخل. خلاص والله والله والله، فوق الضغط اللي عندي برا، حدد اي ساعه واي دقيقه ولا اكون معك عشان والله. شوفوا والله. والله يا جماعه هذا فيصل خبيث، حطها في ملعب الحين مضبطها. هذادي قلت تم، هذادي قلت تم، عندك الموضوع خلاص حدد. خلاص والموضوع، الموضوع من عند المتابعين. بس انتم ايه، انتم حددوا خلاص واحكموا وظبطوا الامور، وانا تحت امركم. الحين حطينا الكوره في ملعب المتابعين، خلنا نشوف شو معهم. خلاص هم معي، معي صدق، هم معي. نغير الاسلحه، نلبس الافانس ونزل الان ونكمل. عندي جزء سفلي كامل اليوم. جهاز الهاك سكوات بديت ألعبه من الأسبوع اللي فات كنوع من التغيير أول شيء. ثاني شيء تكلمت لكم عن الألم المزعج اللي كان يجيني بالركبة خصوصا من الخارج، فقاعد أضيفه بأسلوب مختلف عشان أحسن من تفعيل العضلات المحيطة للمفصل، تخفيف الضغط عن المفصل نفسه. حنشوف مع بعض كيف بستخدم الباند هذا عشان أخفف الجزء المزعج في الهاك سكوات في الأسفل. دائما النقطة اللي تكون في أسفل الهاك سكوات عشان تطلع منها تكون مزعجة على الركبة عندك أول شيء. ثاني شيء ما يكون لها قيمة في سياق تحفيز البناء العضلي أو تفعيل عضلات الكوادز عندك، فإحنا نستخدم الباندز هذه عشان نتخلص من الجزء المزعج هذا، نتحصل على الفوائد الثانية اللي نبغاها من الهاك سكوات. أنا توني ضايف الهاك سكوات عندي في الجدول الأسبوع اللي فات، فبالتالي ما حزيد بالأوزان على طول. الأسبوع اللي فات لعبت بليت ونص، فاليوم بزيد البليتين، وبعدين الأسبوع الثاني بشوف كيف جسمي حيتجاوب وقوتي حتتجاوب ونزيد على أساسها. فلا تستعجل بالزيادة، خصوصا التمرين لما يكون جديد عليك التكنيك هيكون مختلف، فحتحتاج أنك تأخذ وقت عشان تتعود وتتأقلم على التكنيك هذا، وبعدين لما تتأقلم
تتعود على التكنيك تلقى زيادة بالأوزان عندك حتجي بشكل طبيعي، أصلا جسمك حيدفعك إنك تبدأ تزيد بالأوزان هذه، لأنه جسمك حيقول لك لنا مدة أسبوع أسبوعين قاعد نلعب بهذا الوزن والآن كأنه وزن تسخين بالنسبة لنا. فالأغلب يحسب إنه الزيادة التدريجية بالأوزان هي حاجة تجيك بالغصب، ولكن إذا أنت فهمتها صح حتبدأ تطبقها بشكل طبيعي بدون ما تزيد الحمل على جسمك فوق استطاعة جسمك على الاستشفاء من الضغط اللي انت قاعد تحطه. الآن شوف التكنيك اللي حنلعب فيه، التيمبو حيكون 3 إلى 5 ثواني في النزول، ما حيكون فيه ثبات في الأسفل، والطلوع ما حيكون فيه بطء أيضا. لو تلاحظ هنا لما ما يكون في عشوائية في النزول في الهاك سكوات تلاحظ انه الأفخاذ عندك الأمامية حتشيل أغلب الضغط عن المفصل، فبالتالي يتحسن تفعيل واستخدام العضلات عندك حتى في مهامك اليومية الثانية اللي انت قاعد تسويها. والباند اللي استخدمناه شفتوا لما أنزل أعمق نقطة في الهاك سكوات الباند قاعد يسحبني من أعمق نقطة هذه، بعدين خلاص يرتفي تماما والأفخاذ الأمامية تشيل باقي الضغط خلال الأداء. بلعب جلستين وننتقل اللي بعده إن شاء الله. كوادز اكستنشن هذا مامية نفس الشيء احب اسويه بالكوادز اكستنشن، ما احب اني لما اطلع الوزن هو اللي يسحبني. طول ما انك انت متحكم بالحركة السلبية كل ما هتحصل على تفعيل افضل. احد الخطوات احب اسويها اني ارجع الاسفنجة هذه للنهاية عشان تحصل على استطالة اعلى بالفخذ الامامي. خفيف لازم ازيد الحين انا قاعد اضخم والفات بديت يعني وصل 17 اول ما كنت 17 الحين بيوصل يمكن ال 20، هل اكمل في التضخيم حتى لو تعدى ال 20 او احاول اني انقص شويه السعرات بحيث اني اضخم فرق 200-300 سعره بس اعلى؟ طيب انت كشكل تحس ان الدهون زادت متضايق من شكل جسمك؟ لا بس الرقم على الميزان زاد. حلو، يعني انت بس شايل هم نسبه الدهون. اي نسبه الدهون بحيث انه بعدين لما انشف هل بتعب ولا ما اتعب عشان كذا. انت دام انه الشكل لسه مقبول بالنسبه لك لسه في نوع من النشافه موجود ما عليك من نسبه الدهون، لانه على اغلب المقياس اللي قستها فيه ما هو دقيق، قستها بالانبادي صح؟ الانبادي ما هو دقيق، انت حتقيس الصبح وتقيس بالليل حيطلع لك رقمين مختلفه، حتقيس امس وتقيس اليوم حيطلع لك رقمين مختلفه، فطول ما انه انت قاعد تضخم وتحس انه لسه نسبه الدهون عندك ما هي مزعجه
بالنسبة لك بإمكانك تكمل على التضخيم هذا. طيب إذا وصلت لمرحلة شكلياً أنت ما عاد تتقبل شكل الجسم عندك، هنا ممكن أقول لك أنك ممكن تسوي تنشيف بسيط، أو زي ما قلت أنت أنك تمشي على سعرات المحافظة مدة، تنزل نسبة الدهون هذه شوي، بعدين تكمل بنفس الأسلوب في التضخيم اللي كنت ماشي عليه، اللي هو يكون فيه فائض من 200 إلى 300 سعرة عن المحافظة عندك. في أشخاص ما يحب أنه يشوف جسمه قاعد يزيد دهون بزيادة، ما يحب أنه الأبس تختفي 100%. فأنا المقياس الأساسي بالنسبة لي أنه الشخص يوقف تضخيم ويأخذ تنشيف بسيط أو يبدأ تنشيف، هو لما تختفي أو تبدأ تختفي عضلات البطن. فهنا ممكن أقول أنه أوكي معدل الدهون قاعد يزيد لمرحلة نحتاج نوقفها المدة بعدين نكمل بالتضخيم. الله يعافيك. طبعا ضياء أخذ الأول والثاني والثالث، عاد كيف لا تسألوني؟ خلص كل الميداليات عليهم الحين، متأهل لنهائي بطولة المملكة كأس العالم حق المعضلين طبعا إن شاء الله. إن شاء الله بننزل لكم مستوى أقوى خلاص إن شاء الله. لما ينزل الفلوج يكون معاه ذهبية. متى بطولتك؟ السبت الجاي. السبت الجاي موافق أي 24 تبقي 24 إن شاء الله الفلوج يكون نزل قبلها. الله يوفقك يا حبيبي، تستاهل والله. مجتهد حبيبي. خلاص أبغى أبدأ جلستي خلاص. ضياء هذا سلكنا له شوي، الحين أخذ وجه بسحب ميداليتك. بسم الله فخ خلفي. بلاهي اشوف فمك. ليش؟ افزع. سوي سوي. وش في الابتدائي انت؟ وش ما حلاو حلاو معطلين. وين العضلات؟ وين مخلص علينا دائما؟ هذا هذه فنون، هذا الفخ، هذه فنون رد. لا هذا الفخ. وشو هذا فخ يقطع فيه المعطلين؟ ايه اول ما تر ما عاد يصير يجي النادي. اول ما يطلع له عضلتين يشوف نفسه خلاص. خلاص ما يحتاج. ليش اروح النادي؟ خلاص. لما أكون فاضي زي اليوم يوم جمعة ويكند أطول في النادي، أطول أنبسط. أنا من النوع اللي لما يقضي وقت في النادي أنبسط، فبالعكس يعني لما أطول ما أحس أني مضايق، أخذ راحتي في التمرين، أشوف الشباب. بس هذه أواجه فيها مشكلة لما أكون مستعجل وأنا عندي حاجة أنا أحب أسولف، فهنا أتوهق. بيك بوس كيف حالك؟ جود. Can I have 2 meals? 1 jasmine rice, 250. And the second one, I will have pasta, 250. No, yes. Okay, with the rice, I will have spicy chicken, 250. With the pasta, butter chicken, 250. Bismillah, وقت التعبية. جوع مو طبيعي. من زمان ما طبخت او جهزت اي حاجه في البيت خلاص، عشان كذا اجي اخذ وجباتي من المطعم واكلها على مدار اليوم. ولكن الخطه مع الشقه الجديده انه حيكون عندي مساحه كويسه ان شاء الله في المطبخ، فابغى ابدا اني اسوي اكل في البيت حتى لو كانت وصفات بسيطه، وجبه الفطور، وجبه الغداء. انا انسان ما احب اطبخ من النهايه عشان ما اكذب عليكم، ولكن كجزء من المحتوى أبغى أبدأ أتعلم وصفات بسيطة تمام أشاركها معكم. هي الوصفات موجودة في راسي فاهمين، بس ما قد جلست طبقتها. فإن شاء الله ضمن الخطة أنه لما يزبط المطبخ في الشقة الجديدة نبدأ نسوي شوية أكل في البيت. الآن إن شاء الله أخلص شغل المتدربين، بعدين بطلع مع الشباب. إذا أعجبك الفلوج لا تنسى تسوي لايك وتشاركه مع شخص يستفيد منه. ولسه ما خلصنا، عندي فلوج ثاني تابعه وبيفيدك إن شاء الله، وأشوفك الفيديو الجاي. سلام.